طب لو انا عايز احسب الكونفليشن انتجرال بقى، كونفليشن انتجرال من البروبرتيز بتاعت لابلاس ترانسفورميشن، ان انا لو عندي اكس كونفولد مع اتش، الكلام ده بيروح في اللابلاس ترانسفورميشن دومين، ان هو يبقى اكس اوف اس اتش اوف اس، يعني الكونفليشن هنا بيروح للمالتيبليكيشن. فمعنى كده لو انا عندي بيسكلي اكس اوف اس موجوده وعندي اتش اوف اس موجوده، انا ممكن بمنتهى البساطه احسب واي اوف اس بتساوي كام بالشكل اللي احنا حاطينه هنا ده، او ممكن ان احنا لو عندنا الاكس والواي نقدر نحسب الاتش وهكذا، يعني نقدر نحسب اي واحده من الاثنين التانيين. اوكي، فبيسكلي اتش اوف اس هنا بترانسفير لابلاس ترانسفورم بتاع اكس اوف اس لللابلاس ترانسفورم بتاع الواي اوف اس اللي هو الاوتبوت لابلاس ترانسفورميشن. اوكي، وانس ان انا حسبت واي اوف اس من اتش اوف اس واكس اوف اس، بمنتهى البساطه اقدر احسب واي اوف تي از ان انفرس لابلاس ترانسفورميشن للايه؟ للواي اوف اس. كمثال على الجزء ده، لو احنا افترضنا ان عندي الاكس اوف تي بتاعتي بتساوي يو اوف تي، والامبلس ريسبونس اللي هو اتش اوف تي بتاعي بيساوي يو اوف تي ماينس يو اوف تي ماينس 1، احنا عايزين نحسب الاوتبوت بتاعنا. اوكي، طبعا احنا عارفين ان دي شكلها عباره عن بلس، اوكي، وعارفين ان دي شكلها عباره عن يونت ستيب فانكشن. احنا ممكن بقى بمنتهى البساطه، يعني دي من التيبل على طول عباره عن 1 على اس، ودي برده من التيبل في منتهى البساطه دي 1 على اس ماينس 1 على اس اي تو ذا ماينس تي اي تو ذا ماينس اس. اوكي، دي برده فيها، يعني هي دي نفسها عباره عن دي بس ديلايد بايه؟ بواحد، يبقى معنى كده تضرب في اي تو ذا ماينس اس في 1 على اس. اوكي، فعلى طول ببساطه قدرنا نحسب اكس اوف اس بتساوي كام واتش اوف اس بتساوي كام. على طول نحسب بقى من الكونفوليوشن بروبرتي ان الكلام ده واي اوف اس هتساوي اتش اوف اس في اكس اوف اس، اللي هتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده، وده على طول نقدر نحسب له الانفرس لابلاس ترانسفورميشن، ان هو يطلع لنا عباره عن ار اوف تي ماينس ار اوف تي ماينس 1، لان 1 على اس سكوير هي عباره عن ار اوف تي من التيبل، واي تو ذا ماينس اس على اس سكوير، يبقى هي عارفين على طول 1 على اس سكوير هي عباره عن رامب of t. اوكي، لما بضربها في e to the minus s يبقى معنى كده هعمل لها delay بمقدار واحد. طبعا احنا ما خدناش وقت خالص عشان نحسب الريسبونس لحاجه زي كده، ونقارن الكلام ده بقى بالمحاضره اللي فاتت اللي كنا فيها بنحسب الconvolution integral ده graphically او بحاول اعمله بالintegration، هنلاقي ان احنا خدنا وقت اطول بكتير عشان نعمل الكلام ده. طيب لو احنا عندنا system defined in x of t بتساوي h of t بتساوي u of t minus u of t minus 1، هما الاثنين بيساووا بعض. طبعا انا شفت دي اوريدي الترانسفورميشن بتاعها عباره عن ايه، فكل بكل بساطه هتبقى عباره عن الترم دوت سكويرد. اوكي، فالترم ده سكويرد هنفكه بقى. اوكي، ويبقى عندنا هنا 1 على اس سكويرد اللي هي عباره عن رامب، 2 في اي تو ذا ماينس اس على اس سكويرد عباره عن برضو رامب بس ديلي بمقدار واحد من الترم ده من التايم شيفت بروبرتي، وترم تاني عباره عن اي تو ذا ماينس 2 اس على اس سكوير هي عباره عن برضو ايه؟ رامب بس ديلي بمقدار 2 بالشكل ده. برضو زي ما احنا شايفين كده الحل بتاعنا طلع في غايه البساطه، رغم هنا برضو احنا عندنا دي كانت تو بالسز بنعمل لهم كونفيوجن مع بعض، خدنا برضو فيها وقت طويل المره اللي فاتت لما كنا بنحاول ان احنا نحلها بالايه؟ بالجرافيكال ريبريزنتيشن، او بنحاول نحلها بالانتجريشن.